شركة للسياحة والنقل بمدينة الداخلة. أنا جد سعيدة بوجود هيئة الوطنية للنقل الطرقي بالجهة السياحي بجهة وداب القويرة، لأن هذه الهيئة هي جات في واحد الوقت اللي هو في محله لتنظيم النقل السياحي. اللي بصراحة ما كانش واحد تنظيم وما كانش واحد المسؤولية، وجات باش تحمي سائق السيارات السياحية. ومن هذا المنبر مزيانة أن يكون واحد التأطير وتكوين لهذا الشباب اللي هما سائق السيارات ديال النقل. وشكرا. مشاكل ديال النقل السياحي بجهة الداخل، المشاكل ديالها هو التنظيم ما كانش بجهه وداب القويره. ونتمنوا من هذه الهيئه ان داك الشيء اللي يكون توفر هاد المطالب اللي تيطالبوا بها هاد السائقين، يكون السائق في المستوى، تكون السياره في المستوى، يكون التنظيم في المستوى. وتنتمنوا غير النجاح للجميع ان شاء الله. صاحبه الشركه للسياحه والنقل بمدينه الداخله، انا جد سعيده بوجود هيئه الوطنيه للنقل الطرقي السياحي بجهه وداب القويره، لان هذه الهيئه هي جات في واحد الوقت اللي هو في محله لتنظيم النقل السياحي. اللي بصراحه ما كانش واحد التنظيم وما كانش واحد المسؤوليه، وجات باش تحمي سائق السيارات السياحيه. ومن هذا المنبر مزيانه ان يكون واحد التاطير وتكوين لهذا الشباب اللي هما سائق السيارات ديال النقل. وشكرا. مشاكل ديال النقل السياحي بجهه الداخل، المشاكل ديالها هو التنظيم ما كانش بجهه وداب القويره. ونتمنوا من هذه الهيئه ان داك الشيء اللي يكون توفر هذه المطالب اللي تيطالبوا بها هاد السائقين، يكون السائق في المستوى، تكون السياره في المستوى، يكون التنظيم في المستوى. وتنتمنوا غير النجاح للجميع ان شاء الله. الوزارتين المعنيتين يعني بالنقل السياحي والطرقي، تنتمنوا من هذه الوزاره ديال النقل والسياحه انها تعطي واحد الاهتمام خاص سيرتو بمدينه الداخله اللي هي مدينه سياحيه، اللي الحمد لله دابا اللي ولاو يتوجهوا لها السائحين من خارج المغرب وداخل المغرب، خاصه اهتمام. بطبيعه الحال ان الداخله ولات وجهه سياحيه بامتياز، ولات تبارك الله معروفه دوليا بالمهرجانات ومنتديات، سيرتو ان من مؤخرا تنظم منتدى الدولي كرانس مونتانا اللي هو عطى واحد الصدى اعلامي دولي عن سياحه مدينه الداخله. بالنسبه لهذا النقل السياحي الطرقي لجهه وادي الذهب السياحي، هو 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 واحد اللقاء اللي هو معتبر نتيجه ياسر من 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 التجاذبات اللي هي فيها ياسر من المنافسات، ولكن ما هي منافسات نزيهه ولا هي منافسات شريفه، بانها دائما تبقى اقليه تجتمع هون وتجتمع هون وتجتمع هون. اتي في اخر المطاف كانت اكبر عدد حسب اللي ما حضرت فيه، ولكن زكيته نتيجه المصلحه ديال البلاد والعباد. وهذا ملتقى بالنسبة للهيئات نشكر عليه ونشكر عليه السيد الرئيس على هذا اللقاء وعلى هذه الناس حتى هي نشكروها اللي حضرت، وهذا المكتب الجهوي اللي هو مكتب شاب وفيه المصلحة العامة للبلاد والعباد. وشكرا. المشاكل اللي تعيشها النقل السياحي بالنسبة للمشاكل اللي يعيشها النقل السياحي لداخله، هي مشاكل فوضوية، بين المشاكل اللي ما هي مغنى في اطار التقنين وفي اطار الهيئات والله النقابات والله الجمعيات، تبقى دائما مسائل فوضويه، تبقى دائما فوضويه. نحن نتمناو على ان الهيئه الوطنيه تخوض مسارها الحقيقي كيف جميع الجهات المملكه. كلمه الوزارتين المعنيتين يعني النقل السياحي والنقل الطرقي. بالنسبه للنقل السياحي والطرقي، احنا نطلب منهم يد المساعده، ونطلب منهم لانهم يتعاملوا مع هذه الجهه اللي ما تسخر
من مكتسبات ومن مسائل سياحية ومسائل ديال النقل، والمسائل اللي مثلا أعلنها مهمة للجهة واللي ترد البلاد بالخير وعلى البلاد وعلى العباد وعلى أبناء الجهة بصفة خاصة. شكرا بارك. مهني أنا هذا اللقاء كنا محتاجين له، وكان عندنا مشكل وعرقلة في هذا القطاع، والحمد لله نظن عنها تسوات والله، قال الحمد لله مرقت للضوء يا رب الحمد لله. هذا هو المشكل اللي كان عندنا تقريبا والحمد لله. ها الهيئة اللي نبغوا منها هو الحمد لله حضورها دائما وتوقف معانا ونسووا هذا المشكل كان عندنا، وتقريبا الحمد لله نحل المشكل يا رب حمدينك، وذا هو الطالبين منهم. مشكور حاتم من الشرادية، مشكور الهيئة الوطنية على ذا الحضور معانا وذا التعب اللي تنقلوا من بعيد باش قطاع يمشي في طريق صحيح. وهذا والسلام. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله. إبراهيم الصاير الكاتب العام لمكتب الهيئة الوطنية، المكتب الفرعي للهيئة الوطنية بالنقل سياحة طرق المدينة الداخلة. كان لقاء تواصل الحمد لله اللي حضرت المجموعة من المهنيين القطاع اللي أنا نعرفهم شخصيا، وكانوا تكلموا عن ياسر المشاكل بزاف ديال لي بروبليم تكلموا في القطاع، من بينها مثلا سلامته هو وسلامة الناس اللي ماشي معاه كسائق سيارة في النقل السياحي الطرقي. وكان توصلنا ياسر من الحلول، وكان السيد حاتم بن شرادية السيد رئيس الهيئة وضح ياسر من الأمور للناس اللي هي كانت محتاجة لها في الوقت بالضبط، لأن الداخلة كما تعرف تعرف نمو وازدهار وتطور سياحي هام بالنسبة للنقل السياحي الذي هو حتى هو يعتبر كقاطرة وكمساعد للنمو السياحي في المغرب ككل، وهذا كامل ندير له خلاصة كمساهمة في تحقيق رؤية 2020 اللي هي 20 مليون سائح إن شاء الله في المغرب. اليوم الحمد لله اليوم تم تزكية المكتب اللي نحن انتخبناه من مهنيي القطاع بطريقة شفافة ونزيهة يعني، تم تزكية الحمد لله، ونتمنى الخير من ذا المكتب، نطمحه منه اللي أنا عضو فيه اللي كما يقول هو تكليف ما هو تشريف، يعني أنني وضعت على عاتقي، يعني الناس داروا في ثقتهم، وضعت على عاتقي أني نطور القطاع في مدينة داخل إن شاء الله. كلمة الناس المعنيين بالقطاع الوسيط هما وزارة السياحة ووزارة النقل. بالنسبة للقطاعين الوصيين على 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 النقل السياحي اللي منذ وزارة النقل ووزارة السياحة، نقول لهم عنهم يقدمون لنا مساعدات في إطار الهيئة الوطنية للنقل السياحي الطرقي اللي تخدم في ذا المجال اللي حققت فيه ياسر من الإنجازات اللي في الداخل ما فتناش منها والو، ونحن نطمحوا الخير إن شاء الله في هذا الأمر. شكرا جزيلا.